فكيكه قوي. فكيكه جدا. هي دي بيتزا يا بنتي؟ برضه مفيش فايده فيه بتاع مصر الجديدة. مالهم؟ لا نعمل رغيف تقول لك بيتزا. مش فيش نعمل طاجن تقول لك ايطاليا. مش في ايطاليا العيش اللي بيقدموه اللي هو بيبقى عيش تخين ومحشي منه فيه الزيتون وتحط عليه زيتون زيت زيتون وتاكله. هو برضه بيتزا كلسون. انا انا بالنسبه لي ده انا اضيف انا كست بيت انا كطباخه. ست بيت ايه؟ لا بالراحه شويه ما تنفخيش على الفاضي. انت مش عارفه ما تعرفيش تعملي شاي. لما اجي اعملها الشاي الفتله ما بتعرفيش تعمله. مين قالك؟ انا اللي بقول لك كده. لا طبعا ده بتسوي البيض وتبوظه. والله اعمل لي سحله تقول لي فيها سحله بفتله. طب في سحله بفتله؟ ما صدقوش بقى والله. عمر وجانا قاعدين قدام التلفزيون، احنا كمان بنحبكم وبيصحوا ماما عشان يتفرجوا. ماشي. ايوه نفسي في طريقه الفراخ التندوري الاحمر، ونفسي في موتن برياني بالاناناس. ممكن تقول لنا الطريقه؟ على عيني. ابو ادهم امنه. تبارك الله عليكم، اجمل ثنائي مطبخ، ويا رب يخلي الشاف ويعينه على مفيده. محمد من هولندا. انا بهني عليكي اهل هولندا والناس اللي في الناس اللي في المانيا واللي في الناس اللي في هولندا والناس اللي في انجلترا والناس في امريكا، كل اللي عارفين بنحبكم وحشتونا ورمضان كريم. صباح الروقان على مفيده العسل والشيف المحترم شربيني. صباح الهنا على عيونك يا سعد. بليز يا مفيده ابعتي تحيه لماما عشان بتحبك قوي بتستنى البرنامج. امل يوسف، مامه امل يوسف، انا كمان بحبك جدا جدا جدا. حطينا زبده وبعدين حطينا توم وبصل مع تشويحه الفراخ اهم زي ما حضرتك. نعم. ثانيه واحده، انت بتعمل ايه؟ ما عملتش حاجه. لسه والله العظيم احنا لينا برنامج وعندنا وقت، وانا عماله برغي دايما تقول لي عندي وقت وعندي برنامج وعندي لوز وعندي سخونيه، وبعدين في الاخر نجري ورا بعض على ايه؟ ما هو في واسع. الناس فاهمه. من فضلكم نزل لي طريقه عمل شوربه الفراخ بالبرغل. انت هتعمل ايه؟ في صلصه وريه ولا موتور بتلف؟ ده حبه شوربه. طب الشوربه دي اللي انت عاملها ده برغل منقوع و ايه؟ مصفي. ليه بقى بنقع واصفيه؟ ايوه ليه بقى؟ عشان لو في اي رمل ولا في اي حاجه راسه من تحت تبقى موجوده تحت واشيل اللي فوق. برافو عليك. طيب صدور فراخ مخليه طماطم وبقدونس. لا عملتها بقى ليجز بالصدور. ليه بقى؟ عملتها ليجز ليه لما انت عاملها بالليجز كاتب ليه فيها صدور؟ انا بقى غيرت رايي. الليجز ده فيه ماسلز، لما بتاكليه تلاقي فيه طعم عن السر. للخضار ماشي، لشوربه الخضار حط صدور فراخ. وفي حد في الدنيا يغير المقادير على الهوا؟ حسبي الله. ما انا مشكلتي يا اخوانا بتحول على الهوا اول ما بركب. اتحول. طماطم وبقدونس ماشيه دي؟ طماطم. بعض عديها. طيب زيت زيتون ماشي؟ لا زبده. نشيل زيت زيتون؟ شيلوا الزيت زيتون حطوا الزبده. ليه؟ افتكاس. مكعب ملح وكمون ناعم، كزبره جافه ناعمه، ملح، فلفل اسود وميه وزبده. ما تحطوش زيت. حاجات كلها يعني بصوا يا جماعه، وانت نعسان هتعملها، حاجات كلها خايبه وخفيفه وهي عامله من الحبه قبه. طب ليه؟ مش عارف. هي عايزه تفرض سيطرتها وتفكروا ان هي شيف زي ما بتقولوا. ولا هي بتفهم في المطبخ ولا هي شيف ولا هي نافعه. والله انا يعجبني فيك الجراءه. بس مجرد نسي ان انا موجوده في المطبخ اصلا. استنوا المنديل باظ. يعني لازم تبقوا عارفين ان انا مبتدئه في الموضوع ده. طيب كده هنا المنديل طيب انت دلوقتي جبت البصل والثوم والفراخ، برضو القاعده الاساسيه بتاعت الشربيني. نعم. اللي هي البدايه الاساسيات في الاكله، ثوم وبصل وزبده. 2 كيلو زبده. لا هم ما كملوش 20 جرام، وهو شوح او عمل شوك للفراخ. طيب كده بقى ست حضرتك بصي طلعنا ده عشان نكسرها. ادي حبه فلفل اسود. هو انت قلت ده برغل منقوع، واغسله وبنقعه وبصفيه. مش البرغل ده لما اجي اشربه شوربه يبقى كانه بشرب شوربه رز؟ لا غير بصي في 3 حاجات. أيوة يعني في قريبه منها، في فريك وفي برغل وفي قمح. يختلف الثلاثه من بعضهم. انا ممكن لو سمحت انا مش مديك الاسباتشولا دلوقتي. والله العظيم ثلاثه هتعبوظ حاجتي وكتاب الله هتبوظ حقك عليا حقك عليا. انا والله العظيم هو مستقصدني وهو مستقصدني. شوفوا مش لا مش بس عداهم ده عايز يكحت البتاع بتاعتي. مش ممكن مش ممكن. يا رب يا رب يا رب اجي انا في مطبخك اعمل لك الحركات دي. بتعمل لي فيلم عربي. طيب ماشي شكرا اصدقائي. مفيش حلقه عن السمك كان لازم تيجي يوم الجمعه اللي فاتت واحنا بنمتحن جميع انواع السمك يا استاذي فاضل ميدو ابو ماضي. كان السمك يوم الجمعه اللي فات للركب كان تعابين وكان جزلان وكان 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 مفيده. بالراحه على الشربيني شويه حرام عليكي. الراجل صاحب عيال ده عاصم شلبي. الحمد لله الرجاله بعضيها من الكويت الحمد لله. سولا يا عماد من الكويت. انا وجوزي بنتفرج عليكم وبنتي لايف على التلفزيون عندها 2 بتحبكم قوي. تحياتنا لاهلنا في الكويت. ما خرجتش من باب الشقه من 2 شهر. نور حبيب جدعه وبرافو عليك يا نور برافو عليك. هنا ومكه بيحبونا برشا واحنا بنحبكم برشا 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 برشا. ده من الجزائر او من الجزائر اه تونس. الجزائر تونس. ابو زياد محمد سلام عليكم. انا ابو زياد من الكويت. تحياتي ليكم انتوا زي العسل كل عام وانتم بخير وكل يوم لازم اشوفكم. وانت كمان بخير وبسعاده وبصحه وكل اهلك وناسك بخير. عايزين شاف يعمل دوم وصوبيا طلبت منه من اول رمضان ومطنشني وحلق لي. يمكن على عيني على عيني عليه اعتبره موجود. انت يا مهند طلباتك اوامر اكتر مني. بلاش تحلق لي. مهند طالب صوبيا ودوم بكره يكون موجود. السلام عليكم. ممكن اعرف السنه هتعملوا كحك وبسكوت ولا طبعًا لا؟ طبعا ده عاده عمرها ما هنقطعها طبعا بس هنغير فيها شويه. الله اوف ايوب بتقول يا مفيده انا عملت طاجن الباميه بالفراخ امبارح وكان تحفه بحبكم كتير. طيب كويس انك عملتي توارد اخبار. ايه اسمها ايه؟ لا اوف 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 يو. انت اساميكوا صعبه قوي على فكره يا جماعه. بس الشيف شربيني طول طول بالك وربنا معاكم. ومفيده شويه على الشيف برضه محمد مدار. قريت البتاع دي اوكي يوم يا ظالم. ده شريهان حسب بتقول ايه؟ مفيده انا ما خرجتش خالص وبحبك موت انتي والشربيني ولو سمحتي تعملوا لي طاجن رز معمر باللحمه. الطاجن ده 3 أو 4 مرة يتطلب مننا. اوكي فين الكوردن بلو والمكرونة بالصوص الوايت ده أمة الله محمد. أنا حبيت وائل. يعني هي اسمها أنا حبيت مش أنا اللي حبيت وائل. أنا حبيبة وائل مش أنا حبيبة وائل. هي اللي كاتبة إن هي حبيبة وائل. والله أبدا يا باشا ده هو اسمها كده. هي حبيبة وائل مش أنا. أنا معرفش وائل خالص.